أنا بحب مهنة التصوير لأنها بتعطي الملامح الحقيقية لوجوه الأشخاص، ممكن أن تكون حزينة أو فرحة، فهذه الملامح الحقيقية للإنسان، فعشان كذا أنا حبيت مهنة التصوير. مرحبا، أنا خالد أحمد، سوداني الجنسية، عايش في السعودية، وطبعاً إنسان محب للتصوير جداً، وأخذت عدة دورات في السعودية، وكان طلعت معهم أول فعالية اللي هي المشي في الطبيعة. من هذه الفعالية طبعاً أنا حسيت يعني إنهم أخوان، كلنا حنكون يد واحدة، وطبعاً جيت بعدها على المركز هنا. طبعاً استفدت من المركز كثير، كان عندهم عدة دورات، منها دورة اللغة الإنجليزية ودورة اللغة التركية، وهذا يعني شيء ينفع الطلاب الأجانب اللي جايين جدد ما عندهم لغة، يعني يقدروا ينفعهم ويستفيدوا منهم. طبعاً أنا ما كنت أعرف إيش فكرة اللاجئين بالضبط، بعد ما جيت على المركز عرفت اللاجئين كيف عايشين عن طريق المركز، طلعت عدة تصوير مع المركز، يعني صورنا اللاجئين، عرفنا المعاناة كمعاناة لغة، كمعاناة عيش، كمعاناة سكن. وطبعاً هو اللاجئ هذا مو في يد أنه يكون لاجئ، هو صار غصباً عنه أنه لاجئ، لو برضاه ما راح يكون لاجئ. فنتمنى أنه الكل يعني يتعاملوا مع اللاجئين كأخوان، كيد واحدة. لا، ممكن يوم من الأيام أنت تصير لاجئ، يعني الشخص العادي اللي صورناه هذا ممكن يوم من الأيام يصير لاجئ، يمر نفس المعاناة اللي مرها على اللاجئين يعني. فأتمنى أن الناس تعاملهم بطريقة أحسن وتكون يد واحدة يعني.